وظيفة الجهاز التناسلي الأنثوي هو إنتاج الهرمونات الجنسية والبويضات وحماية ودعم الجنين أثناء الحمل. أعضاء الجهاز التناسلي الأنثوي تقع داخل تجويف الحوض، وبيتكون الجهاز التناسلي للأنثى من الرحم واللي اسمه يوترس، والمبيضين واللي اسمهم أوفاريز، وقنطي الرحم أو قنطي فالوب، يوترين تيوبز أو فالوبيان تيوبز، والمهبل واللي اسمه فاجينا. الرحم هو العضو العضلي التناسلي المسؤول عن حماية الجنين أثناء نموه، والرحم عضو عضلي على شكل حبة الكمثرى موجود في تجويف الحوض بين المثانة اللي هي بلادر والمستقيم واللي هو اسمه ريكتم. بينقسم الرحم تشريحيا إلى منطقتين، منطقة البادي ومنطقة السيرفكس. البادي اللي هو جسم الرحم هو أكبر قسم وبيتكون من التلتين العلويين للرحم، والجزء العلوي من جسم الرحم بيكون مدور وبيطلق عليه اسم فاندس، وده الجزء اللي بتتصل بيه قنطي الرحم. على جانبي الفاندس بيحتوي على الكورنوا، وده مكان اتصال الرحم بقنطي فالوب. التلت الضيق السفلي من الرحم اسمه سيرفكس اللي هو عنق الرحم، وده الجزء المتصل بالمهبل اللي اسمه فاجينا. داخل عنق الرحم فيه تجويف ضيق اسمه سيرفايكال كانال، ودي عبارة عن قناة بتربط بين اليوترين كافيتي اللي هو تجويف الرحم من الأعلى بواسطة فتحة اسمها internal os أو internal ostium، ومن أسفل متصلة بالفاجينا بواسطة فتحة اسمها external os أو external ostium. الوضع الشائع للرحم هو إن البادي بيكون بارز لأعلى وللأمام فوق البلادر، والفندس بيكون مجاور لجدار البطن الأمامي، والسيرفكس مايل لأسفل وللخلف ومتصل بالجزء العلوي من المهبل واللي اسمه فاجينال فولت. جدار الرحم مكون من 3 طبقات. الطبقة الداخلية هي بطانة الرحم واسمها اندوميتريوم، وهي عبارة عن نسيج غدي بيبطن الجدار الداخلي للرحم وبيستجيب للتغيرات الدورية الخاصة بهرمونات الرحم. والطبقة الثانية والوسطى وهي عضل الرحم واللي اسمها مايوميتريوم، ودي طبقة عضلية وهي الطبقة الأكثر سمكا. الطبقة الثالثة وهي البريميتريوم، ودي الطبقة الخارجية وبتتكون من غلاف مصلي بيغطي الفندس والسطح الخلفي لليوترس. الاندوميتريوم مبطنة بغشاء مخاطي مستمر مع البطانة الداخلية لكل من الفاجينا واليوترين تيوبس. والطبقة العضلية اللي هي مايوميتريال لير ممتلئة بالأوعية الدموية ومسؤولة عن انقباض الرحم أثناء عملية الولادة. والبريميتريوم بتتكون من البريوتينيوم ومتصلة بقوة بالمايوميتريوم. المبيضين بيكونوا على شكل حبة اللوز، وبيكون مكانهم على جانبي الرحم، وبيتم تثبيتهم بواسطة أربطة اسمها ovarian ligamentis اللي هي أربطة المبيض، وsuspensory ligamentis اللي هي الأربطة المعلقة. الovarian ligamentis بتربط السطح السفلي للمبيض بالسطح الخارجي للرحم وأنابيب الرحم، والsuspensory ligamentis بتربط السطح العلوي للمبيض بجدار الحوض الخارجي، وبتحتوي على الأوفريان فيسلز اللي هي الأوعية الدموية الخاصة بالمبايض. المبايض مسؤول عن إنتاج البويضات وإنتاج وإفراز هرمون الإستروجين وهرمون البروجسترون. الإستروجين هو الهرمون المسؤول عن الإظهار والحفاظ على الخصائص الأنثوية والأعضاء التناسلية، والبروجسترون هو الهرمون المسؤول عن التغيرات الخاصة بالرحم أثناء التحضير والاستعداد للحمل، زي مثلا سماكة بطانة الرحم وتقليل تقلصات عضلات الرحم. قنطي الرحم أو الفالوبيان تيوبز عبارة عن أنابيب عضلية رفيعة طولها حوالي من 8 إلى 20 سنتي، بتمتد بشكل جانبي من جسم الرحم إلى البروتينيوم بجوار الأوفرز.
وبيتم دعم أنابيب فالوب بواسطة رباط اسمه برود ليجامنت. في نهايتهم بيتوسعوا علشان يكونوا جزء على شكل قمع اسمه انفانديبولم. بيحتوي الانفانديبولم على نتوءات على شكل أصابع اليد طولها من 1 إلى 2 سنتيمتر واسمها فامبرياي، بتنتشر على سطح المبيض علشان أثناء عملية التبويض تلتقط البويضة من المبيض وتدخلها إلى قناتي فالوب ثم إلى الرحم. والجزء القريب من قناة فالوب المتصل بالرحم اسمه كورنوا. المهبل عبارة عن قناة عضلية طولها حوالي من 8 إلى 10 سنتيمتر، بيمتد من عنق الرحم اللي هو السيرفكس أوزيوترس إلى فتحة المهبل الخارجية اللي هي الفاجينال أوريفيس. الفاجينال فولت أو ما يسمى فورنيكس هي عبارة عن منطقة متمددة موجودة في أعلى المهبل بتحيط بالإكسترنال أوس، وبتنقسم إلى أنتيريور فورنيكس وبستيريور فورنيكس. بيقع المهبل بين البلادر والريكتم، وظيفته هو استقبال الحيوانات المنوية، وبيكون الجزء السفلي من قناة الولادة.